كتير اشاعات طلعت وما كناش بنصدقها، وبقى الموضوع بالنسبه لنا اللي هو اشاعه. كلمت زمايلي اسالهم، كله قاعد يقول اشاعات ويقفل، كله قاعد يقول اشاعات ويقفل. ما كنتش مصدقه يعني، لغايه ما كلمت واحده زميلتي لقيتها بتعيط، فقلبي اتقبض فقفلت في وشها. يعني انا مع استاذ وائل بقالي 10 سنين مراسله من ايام برنامج الحقيقه، كنا بطلع من استوديو الاهرام في شارع الهرم. بس هو صاحب الفضل يعني ان انا دلوقتي ايه جايه. انت يعني بما اننا اصدقاء، انت كنت اول موقف حصل بينك وبين الاستاذ وائل ابراهيم مع 10 سنين؟ ياما بقى نزلت تقارير كتيره، وياما اتضربت في شغله، وجيت قلت له انا اتضربت، بيقول لي ضيعتينا يا فنان ربنا يرحمك. انت في يعني انت جايه من اسكندريه تقريبا كلكم النهارده؟ عشان لا لا من القاهره، انا في اسكندريه وجيت. ايه اكتر الحاجات المؤثره في حياه الاعلامي وائل ابراهيم؟ اكتر شيء مؤثر بالنسبه لك في حياته اللي مشيت معاه؟ لما جينا هنا برضو في شربين عزا والدته، كان الموضوع صعب جدا يعني. كان برضو اول مره اشوف دموع استاذ وائل يعني. خلينا نفس الموقف ليكي مع الاستاذ وائل بعد تعبه ومرضه بالكورونا يعني. كنا بنتابعه على الواتساب وبنبعت له بدعي لك يا ريس وكده، كنا بنتابع بعض على الواتساب يعني. ده كان اخر مره.